السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم سالم زين من قبل حدود. معنا زي ما أنتم شايفين حاسب اللي هو لينوفو هيليكس من عائلة ThinkPad. طبعا هذا الحاسب راح يكون متوفر لقطاع الأعمال، وراح نأخذ فرة بسيطة بس على الموديلات اللي موجودة منها أو إمكانيات الأشياء اللي موجودة. فالجهاز طبعا زي ما أنتم شايفين هو يشتغل بنظام الويندوز 8.1، في منه نوعين، البرو والعادي، بالإضافة إلى أنه يوجد معه قلم هنا زي ما أنتم شايفين، وإضافة إلى ذلك إنه يشتغل بمعالجات إنتل كور إم الجديدة اللي هي تشتغل اللي يسمونها برادويل. طبعاً راح يكون موجود فيه إنتل جرافيكس كارد 4000 و 8 حتى 8 جيجا من الرام، وبالإضافة إلى 128 و 256 و 512 SSD من الذاكرة الداخلية. طبعاً هذا الموديل اللي أنتم شايفينه هذا هو راح يكون يعني الموديل العادي. طبعا هو تابلت والترا بوك بنفس الوقت، فممكن انك تفكه من هنا هذا الشكل وتشيله معك. طبعا الكاميرا الخلفيه هي عباره عن 5 ميجا بكسل زي ما انتم شايفينها، فيقدر يفر بهالشكل بحيث انه يقدر يعرض الاشياء اللي موجوده على الشاشه. ممكن انك تستخدمها في اكثر من شكل، يعني حتى وجود المنافذ بهذا الشكل موجوده هنا تقدر تستخدمها حتى في هذه الوضعيه، بالاضافه طبعا الى وضعيه التابلت. النسخة الثانية اللي موجودة معنا هي اختلافها طبعا في الكيبورد. الكيبورد اللي قبل شوي شفناها هي طبعا كيبورد تحتوي على بطارية إضافية، ما ندري كم حجم البطارية، ما أعطونا أي معلومات كاملة عن الجهاز إلى حد الآن، لأن البطارية اللي موجودة إلى حد الآن هي بروتوتايب، فما حضروا أي معلومات عنها موجودة أو ما يقدرون يكشفون عن أي معلومات عنها إلى حد الآن. النسخة هذه اللي موجودة معنا هي عبارة عن بس إنك تقدر تشيل الجهاز معك بهذا الشكل وتستخدمه كتابلت طبعا، وهذا هي الكيبورد اللي تجي معه. طبعا هي ما فيها اي نوع من انواع البطاريه، كيبورد خفيفه، وراح تزيد منافذ اليو اس بي طبعا عندك حتى منفذ او منفذين على حسب النوع طبعا، بالاضافه الى وجود القلم في هذا الجانب. راح تضغط بهالشكل ويطلع لك القلم وتستخدمه على الشاشه. اضافه الى ذلك فيه طبعا دوكينج ستيشن او وحده، خلونا نقول اللي هي هذه، راح تحط عليها الجهاز وراح تزيد لك منافذ اليو اس بي وتزيد لك منفذ الاتش دي ام اي وتزيد لك منفذ الايثرنت وطبعا منفذ الشاحن. تحطها بهالشكل، تحط عليها التابلت. طبعا راح تدخلها كذا وتشبكها، تصير تشبكها على شاشه خارجيه بحيث انك تستخدم التابلت حتى وانت موجود في المكتب. الشيء الاخير الموجود معنا هو طبعا الجهاز بشكل يعني مع الغلاف حقه، هذا الغلاف زي ما انتم شايفين. طبعا الغلاف هذا ممكن انك تستخدمه استخدامات متعدده، يعني منها انك يعني تفتحه بهالشكل بعدين يفتح مع الجهاز وتستخدمه بوضعيات مختلفه، تقدر تصور به يعني مجرد انك تشيله زي كذا وراح تصور معك الكاميرا. ايضا ممكن تحطه كستاند الغلاف نفسه بحيث انك تقدر تستخدمه في المكتب او تستخدمه في اي مكان او في مكان العمل. هذه كانت نظره سريعه على تابلت والترا بوك لينوفو هيليكس. كان معكم اخوكم سهيل بزيني من قبل حدود، مع السلامه.